مرحبا بكم ويتفضل. تكسرت شو طيح التليفون. هبتاع على اليوتيوب. السلام عليكم مرحبا بكم، شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن الاحوال واطيب، ان شاء الله حياتكم كلها راحة وصحة وحلوة ان شاء الله، عسل يا ربي. انا اليوم طبعا هذه اخر مشترياتي، حاجات ضرورية كل مسافر لازم يشريها. جيت المكان نتاع الشوكولاتة هذه، في العادة انا ناخذ هدايا، فما عندك بالبفريوة وفما باللوزة هيا، لكن هذه الكعبة كنت متعودة نأخذ منها. هذه الكعبة ب 400 جرام، الكعبة توزن 400 جرام. بصراحة وانا يلزمني مجموعة، ما كانتش ناخذ كل عائلة كعبة باش تزيدني، وانا ديجا وزني زايد، انا نحب نهز حوايج نتاع الشتاء لتونس وحوايج ماكلتي وكل اكلي وزن لي برشا، بس نمشي نبدل لهم، سامحوني باش ناخذ لهم اصغر شوية. فما انواع، فما طبليات وينهم سميلي وريتي لي انت، فما هذوما، فما هذية زادة بنينة هذه بصراحة صغيرة ياسر، 100 جرام، اش باش تعمل للعيلة؟ يعني ما تنجميش. وفما بالحليب، هذه باش ناخذ واحدة بلاش بفريوة لأمي هذي. بالبفريوة هذيك. بلاش، مش ناخذها بلاش. جاست أمي ما تنجمش تمضغ. هذيا هاي. هذيا. هذه بلاش بوفري وبلاش لوزة، دي لأمي باش ناخذها واحد، أمي وحدها كعبة تكفيها. فما اللوتانين هذوما، فما هذوما لوتانين، فما نوعية هذي شنو سمينا، مرايتي مش عندي. شبه هذيك؟ شنو انا هما هذا، شنو الانواع، شنو هما مخلطين هذوما؟ هذايا جست حليب عادي، وهذايا مخلط الحليب الابيض والميل والحليب شوكولاتي العادي ودارك شوكليت. نحب ناخذ هيزل نات انا. يا هيزل نات هاكم اللوطه. خليها ديما تمشي الفيديو حتى كان حبيت نقصها ونقص. يا هاكا هذيك اللوطه. استناني خليني نركح هذه. هذاك هو يا. توا هذوما يا سيدي يا بسيدي فيهم 150 جرام هذي. يعني انا هذوما باش نهزهم عيله ما فيهاش برشا، معناها ما الافراد نتاعهم من خمسه، ما نعرفش قداش من كعبه فيها سميه ذي، ما نعرفش حاطين الجرام، لكن هذه سميه قالت لي ابن حاجه، وهذه على الاقل 150 جرام توزن. صافا الله غالب، سامحوني والله لن نجمها. كانت سعيده اختي وقت مشيت عملناها لفرنسا، جبت برشا شوكولاته وبرشا حلوى، خاطر غاديك حتى الراجل يهزلنا بالكيلوات. لهنا في كندا محدود جدا جدا، وزيد دارنا مانيش حاسبه دارنا في الشوكولاته، على خاطر دارنا يحبوا على البقلاوه، سعيده ونجيبه واخواتي الثلاثه نساهم يحبوا على البقلاوه واولادهم، فهذوك باش ناخذوا يحبوا على البقلاوه اللبنانيه، هذوك باش ناخذهم. حكيت كل واحد كيلو كيلو كيلو، يمكن معاش ما نسيت قداش يوزن الباك، المهم كل واحد باك وحده. هذوما يلزمني على الاقل باش ناخذ 10 كعبات، خاطر عندي العائله باش نمشي لها، وعندي صحابي حسيرو وعمكم نور الدين. مال هذيا خلي هكا 1 2 3 4 5 هذوما، خنزيد ناخذ شويه خاطر وينو. هذي دا هذوما مخلطه ما فماش يخزن هذوما اثنين اينو مخلط زعما ما يسالش كل واحد وزهرو. استنيني خلينا نقعد اللوطان بلكس اللوطة هو ديز الناتس هذوما وهذوما. الشوكولاتة غامقة ليها هذوما سمي زعما انا هي ما ثميش اخاتي، ما ناخو هذي خلطة صفا ملا مالا نرجع هي الزنات صدومة وناخو كعبتين اخرين. وكا هو هاني اختي جا خريت هذي بيدها، ما هي هذي بيدها. اوكي
انه اندور مكتوبه به. هذوما قديش الاخرين؟ 5 وهذوما زاد 5. ها هكا هو هذوما 5 والهيزلناتس اللي هي بوفروه 5. سو هذوما باش ناخذ نخدم للصغار. هذوما فيهم بالوحده الصغيره نعاون بيه معوينه باش ناخذ زوز بالنعناع وناخذ كيكات كيما هكا. هذا اورانج اورانج هذيك مش بنينه برشا ليه الصغيرين هذيك اورانج زعما تاع اوكي اه هذه ما جايه. اه ذس وانز لايك 3 for 10. خاطر هذه شو 2 4 6 8 10 already $12. You get 3 of these for the same price. هذا ما مش نعناع. This one's regular but this one's نعناع. واحد نعناع كهو ولا اثنين نعناع. Yeah, اللي تحبي. And that way you get full size bars. Okay. نحطهم على كهوة ثم ناخذهم هذوما. Yeah. اوكي انا تعجبني ديما الخضره هذه. اوكي نخدم نجيب ديما توسع عليها وعمك نور الدين يوسع عليها زاد يحط. They're 2 for 6 so. اوكي اقل حاجه يعني. Yeah. الكعبه فيها 4 باهي 7. هذوما احنا نقول لهم قام يعني شكلي يفوح يفوح الفم. اوكي دي اليوم جيت باش نختمها عاد ختامها مسك الحظ صاي ما عادش برشا على المرويح. نحب نسبغ شعري فيه شيبات فيه شي مش فيه شيبات. هو نعرف احنا في دينا يعني الواحد كيف يبدا لكن الغالب واحدة معرسة يلزمها تقد روحها وخاصة انا عندي برشا ما روحتش هذيا انا نحب نعملها نوعية به هذيا يعني هذيا لكحل باش تعملها لي سمية في الدار ولا سومونافس تصبغ لي سمية في الدار خاطر شعري مش طويل برشا حكة برك تكفيني. يا حسيلي فما في الاصفر فما الاحمر فما برشا الوان جري غبره لكن هذا كله ما ينفعنيش انا. هذا احسن نوعي باهي ان شاء الله باذن الله تطلع لنا تو لون باهي. شنو الاخر احنا مازلنا نشوفوا باش ناخذ واحده شامبو ديما نختار باش عرزن في الفليجة اقل وزن 2 في 1 يعني احنا نقولوا كونديشنر شامبو مع بعضها ما تستعملش كل واحده وحده على الاقل يكون اقل سوء. فما انواع فما غاليين شوي هذوما على الاقل عاملين فيهم سيل. يا هذيا لازم منها زاد من الناس اللي تسافروا خاطر الضو نتاع تونس مش كيما ضو كندا. هذه وحدها ب $24 ونستعمل منها كان هذه الكبير المهم حاجه ومعها هذه مع هذه تونس قطعتين برك الاخرين نخليهم في كندا خاطر مسحقهم. $24 من احسن نوعيه لازم منها هذيك ما كانش يتحرقوا. وخذيت البنات لهنا الحقيقه من خذيت مناشف ما احلاهم عجبوني مش غاليين زوز صغار وزوز كبار خذيت ماهيش كبيره برشا لا محاله اما باهيه عجبني لونها وسومها زاده ماهيش غالي بالكل. هذوما يعاونوا على تشعيل الفحم خذيت واحد لي انا وواحد نجيبو صايب. عاملين فيهم سولد ثلاثة
نفس السوم تاع هذوما. تضحكوش عليا، قلت من نهار الاول نمشي نبعث عمك نور الدين يشري خلي نبدا عندي. خذيت مجموعه هنا نسيت ما صورت لكم شي حصير، ولكن حبيت نقول لكم اللي هذوما زادة ما نستغناوش عليهم. خذيت 3 كعبات بما انه عندي فليجتي انا، زوز فليجات حوايج قلت لكم تاع الشتاء باش نروح بهم، وفليجه نتاع مونيه باش نهزها لها عندها حاجات باش تروح بهم. كملت شويه حلوه شوكولاته، وخذيت هذه البنت تاع عمر خويا على الاقل ما هزيت لهمش لا هدايا ولا حتى شيء الا غالب. وخذيت وحده لمعاذ فيها كندا ترابش فيها البيضه للبنيه اليقين والحمراء المعاذ كاو. هذو ما عاد قضيتنا احنا خاطي هذي به توا باش اول حاجه البزلين باش سمية تدهن لي الاطراف نتاع الشعر اللي هو جبيني وذنيا والكل باش ما يتمسخليش بالصبيغه. كما عرفتوا جبدنا الصبيغه ان شاء الله باش تخلطها سميه والفازلين، باش داير ما داير شعري باش تعمله لي باش ما يشدليش الصبغه. تعرف مخيبها كي تشد يحب لك جمعه كامله وانتي ما تحكو ما يتنحاش. البنات متعودين طبعا يصبغوا في الدار عادي كل بنات الكل. عطوا لبست روبتي هذه الغامقه، انا اعطيتها صحفه لكن مول سميه قالت لي انا ما نحتاجها خاطر هي الخلطه كلها باش تجي فيها البيبيزه صغيره، والقوندوات كحل باش تلبسهم بطبيعه الحال. القوندوات باش تلبسهم باش تصبغ لي شعري، هذه باش تدهن بها كل شيء. وثم مكتوب واحد باش تصب الماء اللي لقيناه الكل في البوكس هذا اللي شفتوه البارح كله باش تصبهم. انا جبت لها صحفه في بالي باش تخذها بالقدا توا خاطر هي فيها برودوي من داخل والاخرين باش تزيدهم زياده. ما نعرفش شنو الاصفر الاكحل هذاك شنو ما نعرفش هذو مش شنو باش نستعملوهم سما. I think that's just shampoo and stuff. Yeah, هولي بعد بعد نقصوا بشعراتنا. Yeah. نغسلها. عسيرو. تخذها وتحطها لك وتخليها 20 دقيقة ومن بعديك نغسل إن شاء الله. يلا كهو يزينا هاكا خاطر تو تشغبت سمي في التصويره. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، انتظرونا فيديو اخر ان شاء الله غدو الحي يكون باش مازال ايامات الاخيره نتاع نتاع المروحه. بالك غدو ننظم الفليجه نتاع الصغيره خاطر عندي حاجات باش نوريكم شنو نهزوا معانا في الفليجات الصغار اللي هي تكون معانا في الطياره، شنو الحاجات الاولويه نهزوها بخلاف الاوراق. وشكرا على المشاهدة، ما تنسوناش من لايك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.